أهلا وسهلا بكل أعضاء متابعي فرقنا الطلابي SPE Student بصرة Chapter. أقدم لكم نفسي أنا آي رائد أحد أعضاء SPE Chapter جامعة البصرة، حيث يسرنا اليوم استضافة الأستاذ المهندس السيد عامر لتقديم كورس بعنوان Well Testing Operation and Equipment. وقبل البدء بالمحاضرة نقدم نبذة عن الخبرة العلمية للمهندس. المهندس السيد عامر لديه خبرة واسعة في صناعة النفط والغاز، عمل كمهندس حفر في شركة ويذرفورد في مصر، شغل منصب مهندس إنتاج في حقل غازي في شركة وينترشول دي اي اي، يمتلك خبرة كمشرف في إنجاز وتدخل الآبار، حاليا هو مهندس بترولي أول في شركة بتروجيستيك في المملكة العربية السعودية، ومدرس مساعد في جامعة الأزهر في مصر. يشتهر المهندس السيد عامر بقدرته على نقل المعرفة والمعلومة بأسلوب مبتكر ومميز. وأخيراً يتشرف شابتر جامعة البصرة باستضافة الأستاذ السيد عامر، جزيل الشكر لك على قبول الدعوة. توضيح لبعض الفقرات، الأسئلة من الحضور ستكون آخر ربع ساعة، كذلك رابط الحضور سوف يرسل آخر ربع ساعة. تقدر تتفضل أستاذ. شكراً جزيلاً باشمهندسة، السلام عليكم جميعاً يا شباب. لحظة بس نعمل شير للسكرين. أتمنى بس يكون صوتي واضح، كل الناس صوت عندها تمام، لو في حد عنده مشكلة ممكن في الشات بوكس بس يقول لنا. الصوت كليل كده يا باشمهندسة؟ تمام تمام استاذ، تمام جميل جدا. طيب، اولا سعيد ان شاء الله ان انا معاكم النهارده يا شباب في واحد من التوبكس اللي غالبا ناقشناه قبل كده او اتكلمنا فيه مع بعض، بس للاسف مش فاكر والله هل جامعه البصره ولا جامعه تانية، لكن احنا اتكلمنا في الكورس ده قبل كده. الويل تيستنج واحده من الاوبريشنز المهمه جدا في حياه كبير، واللي مش بتتعمل مره واحده زي الدريلنج مثلا. دي جوبايه بتتعمل ممكن كل فتره، بدايه من الانتهاء من عمليه الحفر بنعمل جوب الويل تيست، بالاضافه ان اثناء عمليه الانتاج بيبقى في بيريودك ويل تيستنج اوبريشن، كل فتره كده بحتاج ان انا اعمل ويل تيست عشان ان انا اعمل ميجرمنت، قياسات دقيقة للبير، للإنتاج بتاعه، للفلو ريت، للبريشر، للكونديشن بتاعة البير، لتحديد مدى الدامج اللي حصل للفورميشن أو الكونديشن اللي بنسميها الفورميشن دامج أو السكين افكت اللي بيحصل. فهي جوباية مش بتتعمل مرة واحدة، فبالتالي هو بعد عملية الحفر مباشرة المفروض إن البير بيدخل في المود بتاع الويل تيست، أو إن إحنا بنعمل جوب الويل تيست عشان إحنا نبدأ الستارت أب بتاع البير. في عندنا كمان اثناء عمليه الانتاج مثلا بعد 6 شهور ولا سنه من الانتاج ممكن ان انا اعمل ويل تيست تاني. الويل تيست مش هو نفس الويل تيست اللي حضرتك بتدرسه في الجامعه، اللي هو الفلو افتر فلو والايزوكرونال والحاجات دي والموديفايد ايزوكرونال، لا احنا بنتكلم في فلو تيست عادي. الهدف الاساسي منه ان انا اعرف الفلو ريت بتاع البير، الاكشوال فلو ريت، الاكشوال بريشر، الداون هول بريشر، السيرفيس بريشر، هل البير بينتج ميه، ولو بينتج ميه فقد ايه، اللي بنسميها الووتر كات. تفاصيل كتيره جدا بتقدر ان انت تعرفها عن طريق انك تاخد الداتا بتاعه الويل تيست دي وتبني بيها اي بي ار. وبعد ما تبني الاي بي ار والفي ال بي بنبدا ان احنا نعرف كل الكونديشنز والبارامتر الخاصه بالبير. طيب احنا ان شاء الله بس الاول قبل كل الكلام ده احنا المفروض ان احنا هنشتغل لمده نص ساعه، وكل نص ساعه هنقف بس لمده دقائق كده، لو في حد عنده سؤال في اي وقت يا ريت يسيبه لنا في الشات بوكس هنرد عليه. بالاضافه لو ان شاء الله بعد نص ساعه هنفتح المايك للناس، لو في حد حابب ان هو يأد كومنت او ان هو يسال في حاجه لمده 5 دقائق كده مجرد استراحه، وبعد كده هنكمل عادي ان شاء الله في اخر نص ساعه تاني. طيب زي ما اتفقنا عمليه الويل تيست بتبدا وانس ان انت عملت تريك داون، خلاص خلصت الدرينج اوبريشن، البير بتاعك دلوقتي بقى ريدي ان هو يدخل لفيز البرودكشن، خلاص خلصنا حفر عملنا ريك داون. الريج اللي عندي خلاص هقدر ان انا ابدا انقل كل درينج اكويبمنت من الويل سايت، بعمل ريج موف البريمه كده خلاص، او الدرينج ريج خلاص كده عملت لها ريج داون وريج موف. طبعا الاختصارات دي هي اكثر الاختصارات استخداما في الصناعه البتروليه، يعني ما بكتبش ريج داون وريج موف، لا بكتب ار دي وار ام. طيب ايه الكونديشن، ايه الستاتس بتاعت البير بالنسبه لي دلوقتي اثناء مرحله الويل تيست؟ البير بتاعي بيكون كلاسماس 3 موجود على السيرفس والهيد سيلر، مفيش اي حاجه حوالين البير، بتبقى الدنيا كلير تماما زي ما انت شايف كده. لكن ممكن ساعات البير يكون كونكت عن طريق بايب لاين، وساعات تانية ما بيبقاش فيه كونكشن على البايب لاين. البير بيبقى كريسماس تري عادي جدا، فيها لور ماستر فالف، ثواني خلينا في لور ماستر فالف، ابر ماستر فالف، برودكشن وينج، برودكشن كيل،
سوري كيل وينج برودكشن وينج والسواب فالف. في الوقت ده البير بتاعي بيبقى متقفل تماما، بيبقى سكيورد المفروض اسبير الاي دبليو سي اف، المفروض ان انا بيكون عندي اكتر من تو ميكانيكال بارير في البير. خلاص البير بتاعي بيبقى الكونديشن بتاعه التيوبنج، انا كده كلمتك على السيرفيس كونديشن، خلينا نتكلم على الكونديشن بتاعه التيوبنج. التيوبنج في الوقت ده ما ننساش ان احنا اثناء عمليه الحفر كنا بنستخدم سائل اسمه الدرينج فلويد اثناء عمليه الحفر. اثناء عمليه الكومبليشن والورك اوفر غيرنا الدرينج فلويد اللي كان موجود في البير واستخدمنا فلويد تاني بنسميه الكومبليشن فلويد، بيبقى كلير براين غالبا، يعني بيبقى ميه وعليها كي سي ال وبعض الكروجن انهيبيتور والكيميكلز. مجرد ان هو فلويد اقدر ان انا اعمل بيه عمليه ال الويل كومبليشن. الفلويد ده المفروض ان هو بيديني نفس الوزن النوعي او الكثافه النسبيه بتاعه الدرينج فلويد. يعني في الكونديشن الاولى البير بتاعي دلوقتي اوفر بالانس لان الريزرفوار بريشر بتاعي 3500 بي اس اي، وانا شغال اوفر بالانس يعني شغال بدرينج فلويد الوزن بتاعه على البوتوم اكتر من 3500. في الغالب الاوفر بالانس بيكون من 200 ل 250 بي اس اي فوق الريزرفوار بريشر، وبالتالي انا قاتل البير دلوقتي، الكونديشن دي البير بتاعي فيها مقتول. الكونديشن الثانيه يعني مش هتشوفها كتير ان انا يكون عندي البير في حاله بالانس، بيبقى خطير شويه ان انا اشتغل. طبعا المشكله بتاعتي لما بشتغل اوفر بالانس هي يعني دي امن طريقه اثناء عمليه الكومبليشن، لكن بيبقى فيها بعض المشاكل زي ان انا هيحصل لي دامج للفورميشن نتيجه ان انا البير مقتول دلوقتي، فبالتالي البراين اللي موجود في التيوبنج ده سهل جدا ان هو يخترق الفورميشن الموجوده تحت دي ويغير الفيرجينيتي بتاعتها او ان هو يلوثها او يعمل تشينج في الروك والفلويد بروبرتيز الموجوده جوه في الريزرفوار. طيب خلينا نقلل الدامج ده شويه، بدانا ان احنا في بعض التكنولوجيز الفتره دي زي الاندر بالانس دريلنج والمانجد بريشر دريلنج يو بي دي والام بي دي، ودي تكنولوجيز بتعتمد على اني بحفر بدرينج فلويد الوزن بتاعه اقل او بيساوي الفورميشن بريشر. طيب في الوقت ده انا حضرتك عندي في التيوبنج في براين، لكن الوزن بتاعه اقل، الوزن بتاعه اقل من 3500 بي اس اي. الكونديشن الاخيره هي الاندر بالانس، وهفهمك ليه دلوقتي الكونديشنز دي مهمه جدا في ان احنا نقوم البير. طيب اول حاجه هتحصل بعد ما الرج تبدا انها تتحرك من مكانها، هبدا ان انا اسيب البير، هل البير بتاعي هيقدر ان هو يحصل له فلوينج او الفلويد اللي جواه ده يتحرك بدون تدخل مني ولا لا؟ بفتح البير على الجو، ببقى عندي فلير، عندي سيبريتور، عندي ويل تيست باكج عاديه جدا، وهبدا ان انا اخد التيست باكج دي اوصل البير عليها وافتح البير على الجو. المفروض هشوف هل البير هيعمل حاجه من اثنين، يا اما البير هيبدا ان هو يقوم او ينتج او يحصل له فلوينج لوحده باي سيلف بالناتشرال فورسز الموجوده في البير، او ان حضرتك كنت قاتل البير بشكل اقوى شويه فالبير مش هيقدر ان هو يقوم لان انت حاطط براين جوه تيوبنج وزنه عالي جدا فالبير في حاله كيلد ويل. طيب في الوقت ده لازم ان انا البير بتاعي ابدا ان انا انظف او اشيل الكومبليشن فلويد الموجود في التيوبنج دي، حاجه اسمها الكلين اب. طيب الكلين اب دي هي ان انا بعمل كلينج لكل الفلويدز الموجوده في التيوبنج واسمح للبير ان هو يبدا ان هو يطلع الفلويدز بتاعته او الهيدروكربونز الموجوده فيه. طيب خلينا نشوف البير زي ما اتفقنا، لو حصل ان البير كان بالانس او اندر بالانس فالبير هيقوم لوحده من غير اي مشاكل، الغازات والفلويدز الموجوده اندر بريشر في الريزرفوار هتبدا انها تكك او تدفع الفلويد اللي موجود جوه التيوبنج ان هو يطلع لي على السيرفيس، ودي ما بتبقاش فيها مشكله وهوريك فيديو للموضوع دلوقتي. طيب خلينا نمشي في الكيس الثانيه، ان البير بتاعي انا قاتله كويس، الهيدروستاتيك بريشر اعلى بكتير من الفورميشن بريشر. في الكيس دي هيكون عندي البير محتاج يتعمل له انلودنج او ليفتنج. يعني ايه ليفتنج او انلودنج؟ محتاج اخفف الدريلنج الكومبليشن فلويد الموجود في التيوبنج، عاوز اخفف الوزن بتاعه. طيب هعمل ده ازاي؟ هعمل عن طريق ان انا ادخل جوه البير والانترفنشن اوبريشن، انزل جوه البير عن طريق كويل تيوب وابدا ان انا اسلك النيتروجين بجبايه بنسميها النيتروجين ليفت. نيتروجين ليفت مش نيتروجين انجكشن. نيتروجين ليفت هي ان انا هعمل انترفنشن جوه التيوبنج، التيوبنج بتاعي خلينا نقول 4.5 بوصه، انا المفروض ان انا هعمل انترفنشن جوه البير عن طريق كويل تيوب مقاسه 2 بوصه 1.7 8، انزل جوه التيوبنج
وابدا ان انا اسلك النيتروجين. النيتروجين بيتميز بان الكارين كاباسيتي بتاعته عاليه جدا، فهيبدا ان هو يعمل فومينج او بابلز جوه الكومبليشن فلويد اللي في التيوبينج، فيبدا ان هو يخفف الدينستي والفيسكوسيتي والموبيليتي بتاعته لحد ما يبدا البير يخرج الليكويد اللي كان موجود، وبالتالي الهيدروستاتيك هيد اللي كان موجود في البير هيبدا ان هو يقل، فيبدا البير ان هو يشم نفسه. يعني عارف كان انت بدات تعمل اسيستنت للبير عن طريق اكسترنال نيتروجين انجكشن، ان انت تنظف التيوبينج ده عن طريق النيتروجين انجكشن، سوري النيتروجين ليفتنج. دي شكل جوبايه اليونت بتاعت الكول تيوب، بتبقى طبعا الريل، الريل ملفوف عليها الكول تيوب، الكول تيوب بتبقى خارجه كده رايحه للجوز نيك او الجايد نيك، وبعدين بتنزل في الانجكتور هيد وتدخل البير. دي كريسماس تري. المفروض ان في بامب بتكون جنبها هنا كده، في هنا زي بايب كده جايه من تانك نيتروجين مسال. تانك النيتروجين ده بناخد النيتروجين المسال الموجود جواه اللي بيبقى متبرد لحد ماينس 200 سيليزيوس، وابدا ان انا ادخله على فابورايزر، حاجه سخان بس كده يسخنه. اول ما يسخن يبدا ان هو يطلع نيتروجين بضغط عالي جدا، تقريبا بنبقى شغالين بريت 4000 جالون بير مينت. المفروض اللي هيبدا يحصل ان النيتروجين ده في الوقت ده هيبدا ان هو يعمل changing للدينستي والموبيليتي بتاعت الكومبليشن فلويد الموجوده في الفورميشن اللي موجوده في التيوبينج، وهيبدا التيوبينج يبقى طالع من البير. بقى هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده كده دلوقتي الكومبليشن فلويد اللي طالع من الكومبليشن فلويد اللي طالع من البير، هو ده الشكل بتاعه دلوقتي زي ما انت شايف كده. هم يمكن عشان في ألاسكا بس فالموضوع زي ما انت شايف كده. خلينا نلاحظ حاجة الأول قبل ما نكمل الفيديو. في بداية الموضوع كان الفلو طالع بريت قليل جدا، لأن مجرد ليكويد بس اللي خارج من البير، وغالبا هو مية بملح كومبليشن فلويد أو كومبليشن فلويد. الصوت تمام يا شباب؟ معلش خليني أكد معاكم بس الصوت فيه أي مشكلة ولا حاجة؟ لا ما في شيء حتى. نعم تمام. تمام تمام جدا. طيب زي ما اتفقنا احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نخلي البير نعمل له كيك اوف. كيك اوف يعني بالظبط هي المسميات البتروليه بتبقى يعني لحد ما معبره شويه. زي انت شايف كيك اوف معناها ان انا الفلويد اللي في التيوبنج دلوقتي انا عاوز اخرجه. هو قلل البريشر، ضغط نيتروجين، بدا الفلو يطلع. في الاول لاحظ كده شكل الكيرف بتاعي هيبقى نتيجه ان اللي طالع كله ووتر او كله براين، فهتلاقي الضغط قليل في الاول. بص بعد دقايق ايه اللي هيحصل. لاحظ دلوقتي ان الفلو ريجيم بتاع الفلويد اللي طالع من البير بدا يتغير، ما عادش مينلي ليكويد، لا بقى عندي فيه شايفين الصوديو. في اول كنا تقريبا 100% ووتر، بعد شويه صوت عالي، بعد شويه غاز مع ليكويد، بعد شويه اشوف ايه اللي هيحصل. خلاص هيبقى مينلي جاز، فكده خلاص الجوبايه بتاعتي كده انا عملت ليفت للبير. طيب خلينا نشوف شكل تاني لنفس الموضوع. شوف كده الفيديو ده ليكويد، لاحظ كده اللي بيحصل، اللي هو الجاز بيزيد والضغط بيعلى. شايف دلوقتي بقى تقريبا 50% ليكويد 50% جاز، الضغط بيزيد جدا، معناها ان كده في ريزرفوار بريشر بدا يتغلب على الهيدروستاتيك بريشر الموجود في البير. لاحظ دلوقتي ان احنا تقريبا بقينا مينلي جاز، ما عادش فيه ليكويد اصلا، الغاز طلع بضغط عالي جدا. فبالتالي كده البير بالظبط كاني عملت رفصه للبير، عملت له كيك اوف. تمام. طيب في الوقت ده الليكويد اللي جاي من البير المفروض ان انا ببدا ان انا اخد منه عينات، لان انا محتاج ان انا اعرف البير كده نضف ولا لا. في الوقت ده مش هتقدر تحسب التيوبينج كاباسيتي، يعني هل التيوبينج بتاعي ده بياخد مثلا 50 برميل براين فالمفروض يرجع لي 50 برميل براين؟ لا الموضوع مش كده. الموضوع ان انا محتاج ان انا اعرف الفوليوم في الوقت ده، حسابه ما بيبقاش سهل ابدا. فانا ببدا ان انا احدد هل البير عندي بقى كلين ولا لسه، عن طريق حاجه اسمها ان انا اقيس الفلويد اللي راجع لي ده. طبعا انا عندي الملوحه بتاعت الكومبليشن فلويد اللي نازل بيه بنبقى عارفينها كويس، لان انا اللي محضر الكومبليشن فلويد ده. الملوحه بتاعته بتبقى في رينج 40000 ل 50000 ل 80000 بار بير مليون من تركيز الكلورايد السالب. في الوقت ده
البي اس ان دبليو اللي هي البيزك سيدمنت اند ووتر هي عباره عن ريبريزنتيشن للسوليد او السوليدز والووتر الموجوده في الفلويد ده. فانا باخد عينه من الفلويد اللي راجع من البير، والله لو فيها ميه اكتر من 0.1% فكده معناها ان انا لسه الكليننج باليود بتاعتي ما خلصتش. السالينيتي بتاعت الميه او الملوحه بتاعت الميه اللي راجعه من البير، لو الملوحه ما زالت عاليه قوي فبالنسبه لي دي كده كومبليشن فلويد مش ريزرفوار فلويد. دايما كومبليشن فلويد سالينيتي بتبقى اعلى بكتير من الفورميشن ووتر سالينيتي. البوتوم هول بريشر والويل هيد بريشر يبدا يحصل استقرار في الويل هيد بريشر، كده معناها ان انا البيريود بتاعت الكلين اب بتاعتي بدات تخلص. الفلو ريت بتاعي هيبدا يستابلايز شويه، في الاول هتلاقيه انستابل او انستابل، بعد شويه هيبدا ان هو يستابل واحده واحده. بقيس البي اتش بتاعت المايه اللي راجعه واشوف لو هي اكتر من 5 يبقى انا تمام، لو اقل من 5 فبالتالي انا ما زلت في عندي مشكله الكلين اب بتاعتي. احنا ممكن ننظف البيت كده، نسيب البيت ينتج على الجو ممكن ساعتين ثلاثة ست ساعات 12 ساعة حسب البرامتر اللي انا قلت لك عليها، ان انا هقيس الفلويد اللي راجع، هقيس كمية السوليدز في الفلويد اللي راجعة، الووتر اللي راجع ده شكله عامل ازاي، في لسه نيتروجين ولا لا. خلاص هبدأ ان انا اخرج النيتروجين، هبدأ ان انا اعمل ديك داون للكويل تيوب نيتروجين ليفت كده. دلوقتي خلاص بقينا غالبا نقدر ان احنا نشتغل ويلتست كده، خلاص البيل بتاعي بقى الفلويد اللي فيه بقى كيبل ان هو يطلع جوه التيوبنج من غير مشاكل بالناتشرال فورسز بتاعته. طيب الريزرفوار ايه الداتا اللي انا هاخدها من الويل تيست يا شباب؟ اول حاجه والله انا هاخد سامبل من اي حاجه خارجه من البيل، سامبل من الفلويد اللي طالعه سواء ووتر سواء جاس سواء ليكويد. اقدر ان انا اخد عينات كمان من من الريزرفوار عن طريق اللوك سامبل اللي انا خدتها اثناء الكورنج اثناء الحفر. باخد كمان اللوجنج اللي كان موجود اللي انا عملته في البير، الويل لوجنج اللي اتعمل اوبن هول والكيز هول لوجنج. البرودكشن تيست هو ده اخر داتا هتفيدني في عمليه الايفالويشن او التقييم بتاع البير بتاعي واختيار انسب طريقه انتاج. طيب خلينا نتكلم على الويل تيست اوبريشن ثواني. اول حاجه يا شباب التارجت بتاعي من الويل تيست اوبريشن هو ان انا اعمل ايفالويشن للريزرفوار كونديشن بتاعي. زي ما انت شايف كده انا هبدا ان انا اوصل الكريسماس تري على سبريتور. السبريتور بتقدر منه تاخد بارامتر كتيره جدا. الووتر فلو ريت، البريشر والتمبريتشر بتاعت البير، كل دي كونديشنز حضرتك تقدر ان انت تمانجها عن طريق الويل تيست. المفروض ان احنا الفلو تيست اللي احنا بنعمله هو تيست بسيط جدا، الهدف منه ان انا هفتح البير بتاعي على مالتيبل تشوك، هبدا باقل تشوك ممكن، يعني خلينا نقول لو التشوك بتاع الستارت بتاعه من 8 على 64 او 10 على 64 فهفتح على مينيمم تشوك، وابدا ان انا اقيس الويل هيد بريشر وتغيره مع الفلو ريت. فبدانا في التيست الاولاني زي ما انت شايف كده، ده الويل هيد بريشر، ده الفلو ريت وده التايم. فانا فتحت البيل بتاعي كانتاج في الاول وابدا ان انا اشوف كميه الفلو اللي انا هاخدها، وليكن هتارجت ان انا اخد من البير 2 مليون ادم غاز او 1000 برميل ليكويد، وابدا اشوف ايه الديكلاين اللي هيحصل في الويل هيد بريشر. بعد كده ابدا ان انا اخد ريت تاني بعد 6 ساعات او 12 ساعه، هبدا ان انا افتح البير على انتاج اكبر شويه وليكن خلينا نقول 16 على 64. 16 على 64 هي الفتحه الثانيه اللي هبدا ان انا اعمل عليها تيست، وابدا اشوف الفلوريت اللي هيجي لي قد ايه وكميه الديكلاين. خد بالك ان انت كل ما بتفتح البير فتحه اكبر كل ما بيحصل ديكلاين اعلى في الويل هيد بريشر، لكن المقابل الويل هيد بريشر ده انت بتاخد فلوريت، فانت عندك دايما حاجتين عكس بعض، فلوريت كبير ويل هيد بريشر اقل. الويل هيد بريشر ده معناه هي الطاقه اللي انت لو استنزفتها بسرعه البير بتاعك هيموت اسرع. الفلوريت هو التارجت بتاعي الاساسي، هو ده الفلوس اللي انت بتاخدها من البير. طيب في الحاله دي زي ما اتفقنا انا بيكون عندي فلو تيست مالتيبل فلو تيست،
اي بيل في العالم الانتاج بتاعه بيبقى دايما شغال بالشكل اللي انت شايفه ده، بيبقى عندنا في الاول برودكشن بيزيد لحد قيمه معينه، خلاص بتبدا الدنيا تبقى ستيبل، وابدا اعرف البيل بتاعي الاوبتيمم فلو ريت بتاعه قد ايه، خلاص بيمشي في مرحله بلاتو كده، مفيش تغيرات بتحصل لا في الويل هيد ولا في الفلو ريت، لحد ما بنوصل لمنطقه كده خلاص بقى بيحصل فيها ووتر بريكس رو، او ان الميه اللي موجوده في الريزرفوار تبدا تتحرك، وللاسف بيبقى الوقت ده عندي مشكله الووتر بريكس رو، يعني في ووتر بدا يحصل موفمنت، ويبقى عندي في ووتر كات بدا ان هو ينتج معايا. فبعد ما كنت بنتج 1000 برميل اويل، بقوا عباره عن 900 برميل اويل و10 برميل ميه، سوري 100 برميل ميه، وهكذا بيبدا الووتر كات تزيد واحده بواحده، ومع زياده الووتر كات بتبدا ان انت تلاحظ ان الانتاج بتاعك بيبدا يقل. حركه الميه من الخزان هي حاجه مشكلتين، المشكله الاولى انها كانت عباره عن بريشر موجود جوه الخزان واحنا استنزفناه بالانتاج اللي احنا عملناه، ثانيا الوتر اللي طلع من الخزان ده زود لي الوزن النوعي بتاع الفلويد اللي موجود جوه التيوبينج، فبالتالي برضو عمل لي مشكله ليكويد لودنج في التيوبينج لو احنا في بير جاز، وزود لي الدنسيتي بتاعه الاويل لو احنا في بير اويل. ففي كل الحالات هي ازمه لازم ان احنا نلاقي لها حل، فعشان كده بيبقى فيه ريزرفوار مانجمنت كويس جدا، مهم ان احنا نعمل ريزرفوار مانجمنت، مش اي حد يفتح البير، اكيد كل الناس عاوزه تاخد اعلى انتاج من الابار، لكن للاسف الويل تيست هو اللي بيحدد ايه الاوبتيمم او افضل نقطه انتاج للاويل اند جاز من البير ده، مش ان انا افتح البير على ابسولوت اوبن فلو او ان انا اخد انتاج خيالي من البير. اوكي البير هيدي لك انتاج زي ما انت عاوز، لكن بالظبط انت عندك عربيه وبتدوس على الاكسلراتير، العربية هتجري مش هتقول لك لا مش هجري، لكن بعد شوية الموتور هيتعب، التايرز هتتعب، هيحصل لك مشاكل كتيرة جدا أسرع من إنك تمشي على ريت معين أو ريت أقل من اللي أنت متخيله. طيب خلينا نشوف إيه اللي هيحصل دلوقتي في الويل تيست أوبريشن دي. المفروض إن أنا عندي الفلو هيبدأ إن هو يمشي جوه التيوبينج، هيبدأ إن هو يتحرك من الساند فيس أو من الفورميشن البرودكشن، هيبدا يطلع جوه التيوبينج يوصل للكريسماس تري. كريسماس تري بالفعل حضرتك موصلها على سيرفيس سبريتور او ثري فيز سبريتور. السبريتور هيبدا ان هو يفصل الثري فيزز، الجاز هيبدا ان هو ياخده يحرقه، الليكويد اذا كان ووتر هياخده يخزنه، والاويل هيبدا ان هو ياخده يخزنه. في التو كيسز هو بيخزنه عشان تارجت واحد ان هو يقيس كميته، يعني كل ساعه انا بنتج كام برميل، فبيبقى الموضوع كميجرمنت دقيقه جدا عشان انا اعرف اهو ده الفلويد اللي جاي من الريزرفوار راح على السبريتور. بعد كده زي ما اتفقنا الجاز اتفصل، الليكويد كاويل وكووتر اتفصل واتعمل له جيجنج كمان، ساعات بنستخدم حاجه اسمها الجيج تانك عشان ان انا اعرف الفلو ريت اللي هاخده من البير ده. طيب من خلال داتا الويل تيست يا شباب انا بعمل اهم حاجه ممكن اي شركه بتدور عليها، وهي ان انا باسس الاي بي ار، الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب هي علاقه دايما ما بين الفلو ريت اللي انت هتاخده من البير قصاد البريشر بتاعنا، يعني هقدر ان انا اخد كل 100 برميل هاخدهم من كل 100 برميل من الليكويد تقريبا هينزلوا لي البريشر بقيمه معينه. فحضرتك زي ما اتفقنا انت اللي بتعمل اوبتمايزيشن، بتختار انا مستعد ان انا اخسر البير بتاعي ده في وقت قد ايه في مقابل ان انا انتج كميه اويل انجاز قد ايه. فدايما بنبقى بنعمل ويل تيست عشان نرسم الاي بي ار، واللي منه ببدا ان انا اختار الاوبتيمم فلو ريت عن طريق ان انا بطابق الاي بي ار بالفي ال بي او الفيرتيكال ليفت بيرفورمانس. انا بجري في الحاجات دي لان المفروض ان دي كلها تفاصيل انتوا درستوها في البرودكشن انجينيرنج او هندسه الانتاج، كاي بي ار، كفوجل اي بي ار، كالتفاصيل دي المفروض انها بيزكس عندكم او يعني المفروض ان انتوا اشتغلتوها قبل كده. فالاي بي ار انا بقول لك اهميته النهارده ان هو ده اللي بيديني يعني اوبتيمم برودكشن، هو ده عارف هو ده الخريطه اللي حضرتك بتمشي فيها على طريق الانتاج بتاع البير. طبعا بيت زي ده ما افضل حاجه ان انا انتج 400 برميل من البير، انا ايه اللي يخليني انتج 100 و200 و300؟ ما في 400 اهي. طيب حضرتك لو انتجت 400 برميل الويل هيد بريشر بتاعك هيبقى 500، عارف 500 دي يعني البير هيعيش معاك ولا حاجه. لكن تعالى بقى لو انت انتجت 100 برميل الويل هيد بريشر بتاعك هيبقى 3500، متخيل الديفرنس؟ وقلت لك بريشر ده معناه هو ده الطاقه اللي هتفضل ممشياك، هو ده الاكل اللي انت اكلته وهيفضل ممشيك لفتره طويله جدا. ف
لو كميته قلت او الانرجي دي قلت فالبيل بتاعك مش هيستمر لفتره طويله للاسف. طيب البرودكشن تيست زي ما اتفقنا هو ان انا ببدا ان انا اخد الداتا بتاعه الريتس اللي جايه من البير، ببدا ان انا اشوف الريزرفوار بريشر، ببدا ان انا اخد البارامتر دي كلها وابدا ان انا ابعتها للانجينيرنج تيم او للبرودكشن تيم اللي بيبقى موجود في الاوفيس اللي بيبدا ان هو يدخلها في بعض البرامج زي البروسبر. البروسبر على سبيل المثال بيبدا ياخد الداتا دي ويبدا ان هو يرسم هو الاي بي ار. البروسبر يعني اعتقد ان هو من البرامج المهمه لو في ناس حابه انها يعني يبقى عندهم شويه معلومات عن السوفت ويرز المستخدمه في الاويل اند جاز اندستري، فالبروسبر واحد منهم. بيبدا ان هو يحلل الداتا بتاعت الويل تيست دي ويديني افضل اوبتيمم برودكشن ريت، اوبتيمم داتا خاصه بالبير، فطبعا حاجه مهمه جدا ان احنا نكون عارفين شويه منه. طيب طيب خلينا نتكلم على التيست. والله التيست ده هنعمل حاجه من اتنين يا شباب، لا اما ان انا بعمل اويل ويل تيست لا اما ان انا بعمل جاز ويل تيست. الاويل ويل تيست انا باخد منه داتا زي الاويل ريت، الستوك تانك بارل بير داي، الجاز ريت بالمليون سكاف بير داي، الجاز اويل ريشيو بالسكاف لكل ستوك تانك بارل، الووتر كات او نسبه الميه اللي هتخرج لي مع الزيت اللي بنسميها الدبليو سي بيرسنت. طيب لو بعمل تيست الجاز ويل فانا باخد منه داتا زي الجاز ريت بالمليون سكاف بير داي، الكوندنسيت ريت دايما ابار الغاز بيبقى معاه كوندنسيت مش اويل، ف بيبقى عندي كوندنسيت ريت وبعامله كانه ليكويد بالبارل بير بارل كوندنسيت لكل مليون ستاندرد كيوبيك فيت. لا طبعا دي غلط، بالبارل بير داي الووتر ريت بالبارل برضو سوري بالبارل بير داي تمام، او ستوك تانك بارل بير داي. طيب خلونا الاول يا شباب نشوف لو في حد سال حاجه ولا في حد ساب لنا حاجه في الشات بوكس. طيب تمام يا هندسه حاضر، لو في حد يا شباب الاول عنده اي سؤال او حابب ان هو يشاركنا فمور ذان ويلكم. وبالنسبه لل بالنسبه للاسئله برضو لو في حد حابب ان هو يسيب اي اسئله على على الشات بوكس فيتفضل. السلام عليكم استاذ، عندي سؤال صغير. اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا. احنا بعد كم يوم من فتح البير للانتاج راح يطلع لنا مي؟ يعني بعد ايام لو اشهر. تمام جدا. طيب والله هندسه في الطبيعي ان انت في اول الانتاج بتاعك ما يظهر لكش ميه، الميه دي هي سايد افكت بيحصل او حاجه سيئه بالنسبه لي المفروض انها ما تحصلش. لو انا عامل جود ريزرفوار مانجمنت فالميه دي هتتاخر جدا، لكن خلينا بس نتفق ان الميه دي هتطلع لي في يوم من الايام، مفيش كلام البير هيموت في يوم من الايام مهما طال، وفي نفس الوقت البير كده كده هيطلع عندك ميه في اي يعني بعد شهر بعد اتنين بعد سنه. خلينا نقول ابار الغاز دايما الووتر كات فيها بيظهر اسرع شويه من ابار الزيت. ابار الغاز عمرها في الطبيعي مش طويل، يعني في ابار بتبقى مثلا سنتين ثلاثه خمس سنين خلاص البير كده خلاص بتلاقي انتاج المايه زاد فيه قوي وحصل كيلنج للبير او ليكويد لودنج. ابار الزيت ممكن تطول جدا وتستمر معايا بالعشر سنين واكتر، لكن حته ان المايه تظهر اسرع او اقل هو اعتمادا على حضرتك انتجت قد ايه البير او اشتغلت بريت صح ولا غلط. انتجت بريت كبير من البير اعمل حسابك ان المايه هتظهر لك بعد شهرين ثلاثه وانت هتاكسبت الكلام ده، انت هتبقى موافق ما عندكش مشكله. وقت تاني المايه ممكن انها تفضل تظهر بعد وقت طويل جدا، الووتر كات يظهر بعد طويل وقت طويل جدا. في كل الحالات انت بتبدا ان انت تحسبها بشكل كوست اوبتمايزيشن، والله انا بنتج 10 ابار ومعاهم 100 برميل ميه. اوكي في شركات بتنتج 99% ميه و10% 1% ووتر. طيب السؤال الثاني، في حد بيسال على يعني ايه كيك اوف. كيك اوف دي زي ما اتفقنا معناها ان البير كان مقتول وانت عارف يعني عاوز يشم نفسه اللي هو انت عاوز تخرج ليكويد اللي موجود في التيوبنج، فبتبدا ان انت تعمل كيك اوف للبير ان انت تقلل السيرفس بريشر بتاعك لضغط الجو، افتح البير على الجو فيبدا ان خلاص اي غاز جوه البير الغازات والليكويدز الموجوده جوه البير تبدا تعمل دفع للليكويد الموجود في التيوبنج عشان هو يعمله كيك اوف. طيب
طبعا اثناء الحفر يا هندسه في دلوقتي الاندر بالانس دريلنج والمانجد بريشر دريلنج بينتج اثناء الحفر. يعني ايه؟ بيبقى بينتج اصلا ما بيستخدمش درينج فلويد تقيل، بيستخدم درينج فلويد خفيف. فالدرينج فلويد ده بيسمح ان انت وانت بتحفر تنتج. في اكتر من تكنولوجي دلوقتي شغاله على الموضوع ده، وموجوده اندر بالانس درينج شغال في العراق وشغال في السعوديه وشغال في مصر. والمانجد بريشر درينج هي طريقه ادفانس من الاندر بالانس درينج، واضافت كمان للاي دبليو سي اف، بقت الناس بتدرسها كويل كنترول ميثودز، وطريقه يعني خلاص ستاندرد دلوقتي. في اسئله تانية يا شباب؟ نعم استاذ، اتفضل. احنا متعلمين احنا مع الوقت يقل ضغط المكمن، مظبوط، معناته الاي بي ار شكله والرسم هم هيتغير. يتغير في الوقت. مظبوط احنا مظبوط، لازم كلش قد نسوي اي بي ار جديد حتى نشتغل على اساسه كل سؤال شهر حلو وكل جدا يا سنة. هندسه، حلو جدا جدا. زي ما اتفقنا، انت مش هتقدر تعمل تيست من غير ما يكون عندك حاجتين، من غير ما تعمل ويل تيست. يعني عشان انا اعمل اي بي ار، الاي بي ار بتاعي ده زي ما انت قلت في تغيير هيحصل كبير في الويل هيد بريشر وفي الداون هول بريشر او الريزرفوار بريشر كل فتره، وهتبقى محتاج ان انت تعمل ويل تيست جديد عشان ان انت ترسم اي بي ار جديد. بس اكيد انا مش كل مثلا شهرين ثلاثه هجيب ويل تيست باكج عشان اعمل ويل تيست، فبيبقى الموضوع صعب شويه. فساعات بنعمل حاجه اسمها البريشر سيرفي، بريشر تمبريتشر سيرفي، وده معناه ان انا بنزل نوع من الجيجز جوه البير. الجيجز دي بتنزل جوه البير فتبدا انها تقيس لي البرفورمانس بتاعت البير، الويل هيد بريشر كام، الريزرفوار بريشر كام، البريشر جوه تيوبنج كان كام. وبنبدا نعمل تيست ممكن بفريكوانسي وليكن كل 6 شهور لسنه، لكن مش اقل من كده. مفيش حد هيعمل تيست كل شهر طبعا، كل 6 شهور كل سنه ببدا ان انا اجيب الاكويبمنت اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده، وابدا اعمل تيست للبير عشان انا اعرف انا الاي بي ار بتاعي اتغير بشكل كبير ولا بشكل كويس. يعني هل موضوع الفريكوانسي بتاع التشينج في الويل هيد بريشر، هل هو اكسبتد ولا انا شغال بريت غير طبيعي او بعمل اكسسيف برودكشن او انتاج استنزافي. تمام. طيب في حد بس بيسال هل النانو تكنولوجي ليها دور في الانتاج؟ طبعا في ابحاث كتيره اليومين دول معموله في موضوع النانو تكنولوجي وحاجات في الارتفيشال انتليجنس، يعني دي اسامي مشاريع تخرج ممكن ان انتوا تشتغلوا عليها. النانو تكنولوجي ليها دور كبير جدا في عمليه الانتاج، زي ان هم بيعملوا بعض الكيميكالز اللي تقلل اللزوجه بتاعه الزيت على سبيل المثال، فتبدا انها تزود لي البرودكشن ريت اللي انا اخده من الابار. في بعض يعني النانو تكنولوجي ده حوار كبير جدا، خصوصا في الانهانسد اول ريكفري شغالين فيه بشكل كبير جدا. البلو اوت اوكيرز وايل كيك اوف انلودنج، اوف كورس نوت، مفيش حاجه اسمها بلو اوت ده معناها انفجار يا هندسه وحريق، في حريق هيحصل، لكن الكيك اوف او الانلودنج بيبقى فولي كنترولد. عندك كريسماس تري على السيرفس، عندك سيبريتور، عندك فلير، عندك كل وسائل الامان بتاعتك، فحته ان يحصل بلو اوت ده مستحيل طبعا. طيب هل الغاز المتحرك بالكيك اوف خطر؟ طبعا، ده هيدروكربون، هيدروكربون يعني غاز لو حضرتك ولعت جنبه سيجاره هيولع. لكن زي ما قلت لك بيبقى كنترولد تماما عن طريق ان الجاز ده بيبقى المفروض ان هو دايركت على اتموسفيريك فلير، وبالتالي اتموسفيريك فلير معناها ان هو بيبقى بيشتعل بشكل كنترولد، فمفيش منه قلق اطلاقا. طيب تعريف البرودكتيفيتي اندكس هو البي اي بيساوي الجي على البي ريزرفوار ناقص البي دبليو اف لكل تربيع. بمعنى ايه؟ بمعنى عندي كل كام برميل هيدوني ديكلاين قد ايه في البريشر. يعني كل واحد بي اس اي هكسره هنتج قصاده كام برميل، بكل اختصار او بكل بساطه يعني هو ده البرودكتيفيتي اندكس. كل واحد بي اس اي هخسره من الريزرفوار بريشر هاخد قصاده قد ايه، او كل برميل هنتجه من البير هخسر قصاده قد ايه كام بي اس اي من الريزرفوار. دي بتبقى علاقه كده مجرد انها بس بتحدد لي يعني الريزرفوار بوتنشال قد ايه، او قوه البير على انه ينتج قد ايه. ده بنسميها البي اي او البرودكتيفيتي اندكس، بتساوي جي على البي اي. اعتقد انها موجوده في البرزنتيشن بتاعتي. طيب كده في اسئله تانية يا شباب ولا نكمل؟ استاذ هندسه، هو ايه اضعف نقطه في الدريل سترينج؟ اضعف نقطه في الدريل سترينج منطقه اللحام. انهي لحام؟ بتاعه التول جوينت مع الدريل بايب. طيب دايما يا هندسه اضعف نقطه في اي بايبنج سيستم هي السيرت.
السردات اللي عماله تتفك وتتركب كل شويه، وعمال اخد عليها تورك عالي وبعدين افكها واركبها، دايما السرد هو اضعف نقطه في اي بايبنج سيستم. اللحام مش ضعيف، اللحام يعتبر هو النقطه الثانيه في الضعف او نقطه الضعف الموجوده في الدريل سترينج، لكن دايما دايما ولاحظها كده في اي صوره هتشوفها لاي فيلير في الداون هول دريل سترينج، هتلاقي دايما هي نقط السردات. التول جوينت نفسها بتلاقي فيه ووش ووش اوت بيحصل في البايب، في مشكله كده لو انت دورت على جوجل حاجه اسمها الووش اوت. الووش اوت ده ظاهره بتحصل في الدريل سترينج، انك بتلاقي السردات بتليك، يحصل ليكج من خلال السردات، تمام. لكن اللحام ده حضرتك ما بتشوفوش، اللحام ده المفروض ان هو بيبقى معمول اصلا نظام اللحام. لو انت شفت نظام اللحام اللي بيتم اصلا ما بين التول جوينت وما بين البادي بتاع الدريل بايب، ما بيبقاش لحام عادي، ده بيبقى لحام كده كنا اسمه ديفيوجن ويلدنج تقريبا او حاجه كده، لكن نوع لحام قوي جدا جدا، مش ان واحد بيقعد يلحم لا، بتاع اللحام بتاعها بيبقى حاجه قويه جدا جدا، ما بيبقاش سهل ان هو يتكسر او يحصل له ده يعني. طيب هندسه، بالنسبه للجزء بتاع الاي بي ار، لو انا زودت الفلوري وفي نفس الوقت انا كده خسرت البريشر، طيب هل الكوانتيتي بتاعت الاويل والجاز اللي انا هقدر انتجها هي هياها ولا لا؟ بحس ان انا مثلا هتتغير طبعا. يعني بعد شويه هندسه اللي انت بتخسره، بص البريشر اللي هتخسره من البير ما بيرجعش تاني، الفلو اللي بيطلع من البير ما بيرجعش تاني، يرجع في حاله واحده انك عملت انهانسد اويل ريكفري، بدات تنجكت اويل، تنجكت سوري تنجكت جاز، تنجكت ووتر، تنجكت سي او 2، تعمل اي انجكشن ميثود او انترفنشن ميثود، او على الاقل استيميليشن بقى ان انت تضخ اسيد او تعمل هيدروليك فلاج جوه الفورميشن، فممكن نبدا ريستور تستعيد بعض من البريشر اللي انت فقدته ده، لكن اللي بيروح ما بيرجعش. تمام. يعني انا طيب انا لو قللت الفلوريت بحيث ان انا يفضل البريشر عالي، بحيث ان انا اوصل، هو ده اللي بيحصل دايما، ان انا اوصل طب سوري معلش. لا تمام اتفضل. طيب اسمعك. بحيث ان انا وصلت مثلا للنقطه بتاعه الاوبتيمم للانتاج بتاعي، طيب انا على مدار مثلا 10 سنين مثلا هنتج وليكن رقم معين من الاويل اند جاز، طيب لو انا عملت الجزء بتاع ان انا قللت زودت الفلوريت والبريشر قصاده قل، طيب انا كده هنتج اظن 100 اقل بكتير من اللي انا هنتجه في 10 سنين، صح؟ جميل. بص يا هندسه، انت الاوبتيمال فلو ريت دي زي ما قلت لك، احنا بعد دقيقه هقول لك ازاي ان احنا بنوصل للاوبتيمال فلو ريت دي، كويس ان الناس بدات تسال عنها. هقول لك الاوبتيمال فلو ريت ده زي ما قلت لك هو افضل نقطه انتاج للبير، هاخد كام برميل في اليوم او كام مليون ستاندرد كوبيك فيت بالدقيقة. طيب لو انا لقيت ان في شارب ديكلاين بيحصل في البير، الحسابات مش دايما دقيقه في الاول اند جاز اندستري، انت بتتعامل مع النيتشر والنيتشر دي مش هتمشي معاك بالحسابات دايما، فممكن ان احنا بعد كل اللي احنا بنعمله ده وجع امشي على الويل تيست ويلا اوبتيمم برودكشن، وبرضه الاقي البير بتاعي بيموت بسرعه في الوقت ده، ما تصدقش القرايات بتاعتك، ابدا قفل في البير. لو انا حصل لي شارب ديكلاين في الويل هيد بريشر، شارب ديكلاين في الفلو، هاي فلو ريت من الميه، هبدا ان انا اقفل البير بتاعي عشان ان انا اوبتمايز الفلو، فما تصدقش الويل تيست باستمرار. لكن احنا بنبدا اول انتاج ليه عشان انا اعرف افضل انتاج ايه لازم ان انا اعمل ويل تيست. لكن لو الداتا بتاعت الويل تيست ما فادتنيش او لقيت ان في تشينج بيحصل مش مبرر، خلاص انا كده في الوقت ده باخد قرار ان انا اقفل في البير عشان ان انا انتج احسن. طيب تمام. طب انا اقدر، انا كده بعمل الويل تيست كم مره؟ يعني مثلا لا ما يوصل الفريكوانسي مش ثابت، يعني انا كنت ساعات بعمل تيست على البير كل 6 شهور، ساعات كل سنه، ساعات كل سنتين، ساعات ما كنتش بعمل تيست خالص، حسب الداتا اللي بتطلع لي. هل البير ضغطه بينزل بسرعه قوي؟ طيب لو ضغطه بينزل بسرعه قوي ده ايه السبب فيه؟ هل نتيجه انتاج ميه؟ هل نتيجه ان التيوبنج فيه اي ريستريكشن؟ هل في ساند برودكشن؟ انتاج ساند مع البير؟ هل حصل فورميشن دامج؟ هل في ميه في التيوبنج؟ بتبقى تفاصيل كتيره اللي بيحددها لي هي الويل تيست اوبريشن او الداون هول سيرفي. لازم ان انا اعمل سيرفي في الوقت ده عشان انا اعرف ايه السبب. طيب
خلونا نكمل وكده كده ان شاء الله بعد ساعة كتير هنعمل او اقل من ساعة هنعمل اسئلة تاني. طيب التايبس اوف ويل تيست يا شباب، هتلاقيك انت كنت بتدرس في الكلية ان احنا بنعمل تيستات اسمها درو داون تيست، البريشر بيلد اب تيست، المالتي ريت تيست، الجاز ويل تيستينج كنا بنعمل فيه الفلو افتر فلو والايزوكرونال والموديفايد ايزوكرونال. كل التفاصيل الكتير اللي انت عمال تسمعها دي هندسة هي عبارة عن داتا معينة يعني بروسيدرز بعملها عشان ان انا اخد داتا من البير احسب منها مقدار الدامج او السكين افكت اللي حصل في الفورميشن. طيب الفلو افتر تيست، الفلو افتر فلو، الدرين ستيم تيست، درو داون تيست، كلها عبارة عن تيستات زي ما اتفقنا مع بعض، عاوز احسب منها كان بي بيرفورمد ان نيو ويل نو برودكشن لوسز ان اديشنال ذات مش عارف ايه. يعني الدرو داون تيست ده بيبقى عاوز يعرف الريزرفوار سايز، حجم الخزان ده كم فدان. الراديوس اوف انفستيجيشن، دي داتا كلها زي ما قلت لك بناخدها نوديها للناس بتاعه الانجينيرنج عشان هم يبداوا يحسبوا منها الراديوس اوف انفستيجيشن، يعرف منها الريزرفوار بريشر، يعرف منها السكين افكت او الدامج قد ايه. انسب طريقه عشان هو يستعيد الانتاج بتاعه ده عن طريق ان هو يعمل انجكشن لاسيد، ولا يعمل هيدروليك فراك، ولا هو يعمل ساند سكرين، ولا هيعمل ايه. الدريل ستيم تيست ده هو تيست بنعمله واحنا بنحفر، بنعمله بالدريل بايبس عشان ان احنا نعرف بس منه الفلو اللي جاي من البير عامل ازاي، او اللي جاي ده فيه اتش 2 اس قد ايه، اخد سامبل من الغازات اللي طالعه ومن الليكويد اللي طالع عشان انا احلله. طب سيبك من ده معلش. طيب خلينا نشوف اكتر من اي بي ار، عينينا بس تاخد على الاي بي ار. خلينا والله البير الاولاني ده اللي هو اللون الازرق ده لو انت لاحظت كده شوف البريشر بتاعي عالي جدا، لكن الفلو ريت اللي هاخده من البير ده عالي جدا، فده بنقول عليه لو برودكتيفيتي، ولا معناها ان الفورميشن دي فيها ضغط عالي جدا، لكن الاويل اند جاز كميه الاويل اند جاز اللي هتخرج منها مش قويه قوي. تعال نشوف على بير تاني اللي هو الاحمر ده. الاحمر ده لاحظ دايما الاي بي ار بتاع الاويل بيبقى ستريت لاين، الاويل او الليكويد دايما ستريت لاين، الجاز لاين دايما بيبقى فوجل او اللي هو واخد كيرف كده. السبب فيه ببساطه جدا عشان الاويل الاويل مش كومبريسبل، ما فيش تشينج بيحصل في الفوليوم بتاعه، لكن الجاز كل ما الضغط بتاعي بيقل كل ما الحجم بتاعه بيزيد، فبتلاقي بيحصل الشكل اللي انت شايفه ده. طيب الهاي برودكتيفيتي ويل بتلاقي الاي بي ار بتاعه بالشكل اللي انت شايفه ده، بريشر اقل شويه لكن فلو ريت ما شاء الله يعني معدي 80,000 وتقدر انت تنتج منه لحد 80,000 لو تحب. الجاز ويل دايما الاي بي ار السلوب بتاعه بيبقى اقل بكتير جدا من الاويل، دايما الجاز الجاز ويل ما بيتاثرش التاثرات البالغه دي زي الاويل. داش ده اكتر من شكل اهو، لو احنا جينا نشوف الداتا بتاعه درو داون تيست او التست بتاع الاي بي ار ازاي عملناه. والله هو فتح البير على سبيل المثال، بي دبليو اف بتاعتي كانت 1000 بي اس اي، وكان بياخد من البير ده حوالي 750 برميل. فتح البير على ضغط تاني اقل ويبدا ان هو وهكذا، بيبدا الاي بي ار بتاعي مثلا في بدايه عمر البير تلاقي الفلو ريت بتاعي شغال بالشكل اللي هو الاحمر ده. عندي ويل هيد بريشر او بي دبليو اف 5000 بي اس اي، وعندي فلو ريت اقدر ان انا اخد منه ابسولوت اوبن فلو لحد 300,000 برميل. بعد 6 شهور عملنا التيست تاني، بدا البير الاي بي ار بتاعه يتغير، بعد 6 شهور يقل وهكذا زي ما انت شايف كده بيريودز، يبدا ان هو يعرف منها البرفورمانس او الاكشوال برفورمانس بتاع البير بالنسبه لنا عامل ازاي. طيب تعال نشوف ستيبل ريزرفوار، ريزرفوار محترم بقى ما فيش تغيرات حصلت عليه. والله هو عمل تيست عند النقطه دي تمام، عند النقطه دي تمام، بقى من هنا كده الدنيا ما عادتش ستيبل بقى في الوقت ده. يعني عند ريت اكتر من 300 بي اس اي 300 برميل بير داي بدا يلاحظ ان في تشينج بتحصل، ممكن يكون عدى البابل بوينت بتاعته، ممكن هو يكون في تغيرات هتبدا انها تحصل في الروك والفلويد بروبرتيز الموجوده في الفورميشن، ففي الوقت ده خلاص البيت بتاعي بيبقى مش ستيبل. طيب الناس اللي كانت بتسال على افضل نقطه انتاج او الاوبتيمم فلو من البير، والله احنا اول حاجه بنرسم الاي بي ار من الويل تيست، برسم الفي ال بي كمان بتاعي من الداتا بتاعه البريشر سيرفي الموجوده في التيوبنج. النقطه التقاطع بتاعهم بتوضح لي افضل فلو ريت وافضل ويل هيد بريشر حضرتك تشتغل عليه، ده بنسميها الاوبريشن بوينت او
نقطة التشغيل بتاعتي، هي دي النقطة اللي هي بتتم فيها تقاطع الـ VLP الـ Outflow Performance أو الـ Vertical Lift Performance مع الـ IBR. النقطة دي بالنسبة لنا هي أنسب نقطة بتتم. طيب برضو خلينا أوريك شكل داتا بتاعت ويل تيست داتا بتاع بيل مثلا. البيل ده والله البريشر بتاع الريزرفوار بريشر ده مع التايم كده مع السنين. بص كده البيل في البداية بدأ ان هو ينتج يستيبل شوية، لكن مازال في ترند نزول، لاحظ كده هتلاقي في نزول بعدين استيبل شوية بعدين هينزل مع الوقت كده كده طبيعي ان هو يبدأ ينزل. دي ظاهرة زي ما اتفقنا ما بنزعلش عليها، يعني الريزرفوار بريشر بينزل بشكل استيبل فاوكي. لكن المهم ان انا ما لاقيش الانتاج بتاعي فجأة نزل كده، لا انت كده في كارثة انت عملتها. لكن الكونديشن الطبيعية هو ان يبدأ يحصل ديكلاين في الريزرفوار بريشر لكن بشكل معقول يعني. طب تعال نشوف لي الجاز اويل ريشيو. والله في الاول ممكن كمية الغاز اللي طالعة مع الاويل تبقى قليلة تمام، بتزيد واحدة واحدة مع الانتاج لان الغاز بتاعنا بيبدأ ان هو ينزل تحت البابل بوينت. اي غازات موجودة في الاويل تحت البابل بوينت معناها ان انا عندي غازات دايبة. وانس ان البابل بوينت بدات انها تقل فمعناها ان الغازات اللي كانت موجوده جوه الزيت دي هتبدا انها تتحرر منه، وبالتالي دي طاقه مفقوده جديده او في بريشر لوسز جديد حصل في البيل. ففي الوقت ده الجاز اويل ريشيو هتلاقيها بتزيد واحده واحده، ده حاجه برضو يعني انديكيشن مش كويس. عندي كمان الاويل برودكشن، والله انا في بدايه الانتاج ممكن ان انا اكون بنتج مليون برميل مثلا بير داي او 100,000 برميل، مع الوقت بتلاقي الانتاج عمال يقل. الووتر ليت هتلاقيه بيزيد هو كمان. ف في بارامتر كده وانس ان حضرتك بدات تشوفها بتبدا تعرف ان انت داخل في يعني ايه في كيس مش تمام في البيل. البيل بدا كده ضغطه يقل، كميه الميه بتاعته بدات تزيد، الجاز اويل ريشيو بتاعتي بدات تزيد، السالينيتي بتاعتي بدات تتغير. كل اللي بيحصل ده معناه الووتر كات بتزيد كده. انت خلاص بتبدا ان انت تعرف هل البيل بتاعك ماشي على الرايت باس ولا بدانا ان احنا نحيد عن الانتاج الطبيعي بتاعنا او الانتاج الكويس بتاعنا. طيب خلونا نبدا ان احنا بقى نخش في الويل تيست. اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله هو الكلام النظري بتاع الموضوع او التارجت بتاع الويل تيست، لكن خلينا نبدا ان احنا نتكلم على الاكويبمنت بتاعه الويل تيست. والله انا عندي فيه سيرفيس اكويبمنت موجوده للويل تيست. لا المفروض ان انا بيبقى عندي بعض الاكويبمنت اللي انا بستخدمها في عمليه الويل تيست. الاكويبمنت دي الهدف منها هو ان انا اقوم بعمليه ويل تيست بشكل امن، اتحكم في الفلو بتاع الهيدروكربون بشكل اكتر سيفتي، اقدر ان انا اعمل مالتي فلو ريت للبيل بدون اي مشكله. خلينا في البدايه نبدا ان احنا نتكلم على الاكويبمنت. هو ده اللي اوت بتاع ويل تيست باكج، سيرفيس فلو تيست باكج. زي ما انت شايف هي دي كريسماس تري او الفلو هيد وات ايفر، مش هتفرق معانا. خلينا نشوف الصوره دي اوضح شويه. الكريسماس تري الفلو اللي خارج منها بيروح الاول على فالف اسمه السيرفيس سيفتي فالف، ده مجرد صمام امان كده لو حصل عندي اي ايمرجنسي بيقفل فيعزل الخروج بتاع الهيدروكربون من البير ويمنع لي كل الغاز والزيت ان هم يوصلوا لي الداون ستريم فاسيليتيز. الفلو اللي هيطلع منه هيروح على دي ساندر او ساند فلتر. انت عارف ان البير بتاعنا في الانتاج الاول او الانيشال برودكشن بتاعي ممكن هو يكون في ساند في جرافلز، في لو انا كنت شغال جرافل باك ولا حاجه، ففي في سوليدز هتطلع. السوليدز دي ما تنفعش انها تكمل وتدخل لباقي الاكويبمنت دي لانها هتعمل لها دامج وهتبوظها. فالساند فلتر في الوقت ده هيكون هو انسب وسيله بالنسبه لي عشان ان انا اعمل كليننج او كابتشرنج للسوليدز اللي موجوده في الفلو بتاع البيل. المفروض ان انا بيبقى عندي داتا هيدر كده. الداتا هيدر ده المفروض ان انا ببقى مركب عليه كيميكال بامب بحقن بعض انواع الكيميكالز اللي بتساعدني في البرودكشن زي كروجن انهيبيتور. لو انا بحقن اتش تو اس هضيف اتش تو اس سكافنجر. لو انا بعمل لو انا في عندي هاي فيسكس اويل هضخ مثلا ديمالتيفاير. لو انا في عندي ايمالشن. المهم ان في كيميكالز كده موجوده في الاويل فيلد دايما ان شاء الله هتدرسوها او هتعدوا عليها. الكيميكالز دي المفروض انها هي دي اللي بتحدد لي المفروض ان انا بحددها او بختارها عشان انها تحل لي مشكله معينه في الانتاج. طيب بعد كده عندي تشوك مانيفولد. التشوك مانيفولد ده هو ده عارف البوابه بقى اللي انت بتفتحها براحتك. عاوز ان انا اخد انتاج قليل هقفلها قوي، انتاج اكبر شويه هبدا ان انا اوسع الفتحه دي. فهو عباره عن فالف من نوع النيدل فالف او الجلوب فالف، ببدا ان انا اتحكم في الفلو ريت اللي بيعدي منه.
بعد كده الفلو ده ممكن ان انا لو في بير اويل ممكن ادخله على هيت اكستشنجر. ايه الهدف من هيت اكستشنجر ده؟ ان هو يسخن الاويل والجاز اللي طالعين من البير. طب الجاز هعمله تسخين ليه؟ عشان ان هو ممكن يحصل له هيدريت. فالهيدريت بيحصل نتيجه البروده اللي عامله في الغاز، فممكن ان انا اسخنه عشان ان انا امنع تكون الهيدريت. طب في الاويل، والله في بعض الاويلز بتبقى طالعه بارده جدا او سخنه، اول ما بتوصل للسيرفس تمبريتشر بتبدا تبرد فيحصل لها تصلب، بتتحول لنوع من انواع الشموع اللي هو البارافينيك اويل. الشموع دي بتخليها اصلا مش موفابل، الزيت ما بيتحركش، مش عاوز يتحرك. فايه الحل؟ سخن الزيت. فبندخله على الفرن ده او الهيت اكستشنجر ده عشان ان احنا نعمل له عمليه تسخين. بعدين نودي الفلويد اللي طالع من البيت ده كله على سيبريتور عشان ان احنا نبدا نفصل الميه لوحدها والاويل لوحده والجاز لوحده. طيب بالنسبه للغاز، هاخد الغاز ده من السيبريتور اوديه على جاز مانيفولد، اقيس كميه الغاز اللي طالعه دي قد ايه عن طريق فلوميتر، وبعدين اطلع الغاز ده على اي برنر احرقه. طيب بالنسبه للليكويد، هاخد الليكويد ده اوديه على سيرج تانك. السيرج تانك ده هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو اقيس كميه الليكويد اللي طالعه من البير، وطبعا بعمل تسجيل للبريشر والتمبريتشر بتاع البير بسهوله جدا. ده شكل الويلتست باكج على فكره، شكل اكشوال كريسماس تري تشوك مانيفولد. طبعا في اس دي المفروض ان هو هنا تشوك مانيفولد. بعد التشوك مانيفولد عندي الديساندر او الساند سبريتور. بعد كده عندي الغاز ده سيبك منه، ده فلير لاين. بعد كده عندي الفلو المفروض ان هو هيجي هيروح على ده الهيتر اللي بيسخن الاويل او الجاز. ده عندي السبريتور، وعندي ده الاتموسفيريك تانك او السيرج تانك. طبعا هي اكويبمنت حقيره حبتين لكن حاولت تيست يعني. فالمفروض ان الجاز اللي طالع من هنا هيروح على الفلير بيت اللي انت شايفها دي عشان يتحرق. طبعا هي لوكال قوي يعني بصراحه، او الويلتست باكج دي لوكال جدا. الشركات اللي بتقدم الويلتست باكج بروفايدرز زي شلمبرجير وهالبرتون ونسر وسيجما والمنصوري واكسبرو وسابيتكو سابيسكو وبيكو، شركات كتيره جدا بتقدم خدمه الويلتست باكج دي. الويلتست باكج دي المفروض انها بتتكون من بعض التفاصيل الكتيره كده شويه. خليني هبدا ان انا اكلمك عنهم. اهم حاجه احنا يعني في الويلتست اكتر الحاجات المستخدمه هي الايرن لاين او السكشن لاينز. طيب هنرجع لها تاني ما تقلقوش، يعني خلونا نسيب الجزء ده هرجع له تاني ما تقلقش. لكن الاكويبمنت دي وانس ان انت بدات ان انت تجمعها في الفيلد، المفروض ان حضرتك بتبقى مسؤول عن انك تعمل لها بريشر تيست. يعني ايه بريشر تيست؟ يعني الخطوط دي مش هينفع ان انت تانتروديوس اويل اند جاز فيها من غير ما تتاكد ان مفيش ليكج فيها. دي كلها عباره عن ايرن لاين او خطوط كلها متربطه بهامر يونيون، فسهل جدا انها يحصل لها ليكج. طيب خلينا بقى نشوف الاكويبمنت سبيسنج، مهمه جدا في الويل تيست. الاويل اند جاز المفروض في ستاندردز بيحكموا، سيفتي ستاندردز زي الايزو والنيس وشويه يعني الاي بي اي. طبعا دي كلها ستاندردز احنا المفروض ان احنا بنفولو ليها. الكريسماس تري المفروض انها تكون تقريبا بعيده 30 متر عن اقرب سيرج تانك ليها، بعيده 25 متر عن اقرب سيبريتور ليها، بعيده 30 متر. يعني المفروض ان الريدنس بتاع الكريسماس تري المفروض ان انا ما اقربلهاش على بعد 25 متر ل 30 متر. ممنوع ان انا اكون قريب منها باي اكويبمنت من الاكويبمنت دي عشان حاجه اسمها الزونينج او زون كلاسيفيكيشن. فسبريتور ده فيه هاي بريشر وهاي تمبريتشر وفلويد مش عارف ايه، فلازم ان انا اكون بعيد عن الكريسماس تري. السبريتور نفس الفكره، فاحنا بنتكلم في رينج حوالي مثلا 30 متر راديوس المفروض ان انا اكون بعيد عن الكريسماس تري. طيب خلونا نقف النهارده هنا الاول، بس انا عاوز اشوف لو في حد عنده اي اسئله ولا حاجه. تمام طيب مفيش صور، الصور هتبقى موجوده ان شاء الله. نو سكرين، هو السكرين بتاعتي مش واضحه يا شباب؟ واضحه استاذي. تمام جدا. تمام حلو جدا. تحليل العقد اللي هو النودل لو سمحتوا، رابط الحضور ايه. تمام الاي بي ار، الاي بي ار هو الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. يعني ده قلت لك هو علاقه ما بين الفلو ريت وما بين البي دبليو اف، او ضغط البير قد ايه والفلو ريت اللي اقدر اخده من البير قد ايه. بكل بساطه كل ما كان الاي بي ار
القيم بتاعته عاليه، فمعناها ان الريزرفوار ده اقدر ان انا اخد منه انتاج احسن، ودي بتبقى يعني بالنسبه لي هي افكت محترم. لو في حد عنده اي سؤال يا شباب، او حد حابب ان هو يسالنا في حاجه فيتفضل. طيب احنا ممكن نكمل كمان 10 دقايق نتكلم عن الايكويبمنت شويه، لان عشان بس نبقى قسمنا المحاضره على النهارده وبكره، لان كده بكره هيبقى في عندنا حاجات كتيره. معلش. طيب التستنج ايكويبمنت او الايكويبمنت اللي هنستخدمها في الويل تيست بتكون حاجه من اثنين، يا اما ايكويبمنت سيبريت، اجيب سيبريتور لوحده وشارج تانك لوحده وبامب لوحدها وكل حاجه لوحدها، واما ان انا بجيب تريلر ماونتد يونت باكج زي اللي انت شايفها دي، تريلر فيها سيبريتور فيها تشوك مانيفولد اهو، فيها سيرج تانك، فيها كابينه كمان او لاب، فيها يعني السكيد ماونتد او السيرفيس ويل تيست تريلر باكج، بتكون سريعه جدا في الريجوب بتاعها، الخطوط بتاعتها كلها متوصله ببعضها ما فيها اي مشكله زي ما انت شايف كده. دي تيست باكج حقيقيه، دي تيست باكج ثانيه فيها الاي اس دي، فيها التشوك مانيفولد، فيها السبريتور، فيها كل الكنترول سيستم بتاعت السبريتور، فيها الكابينه بتاعت اللاب اناليسيس، فيها جنريتور، كل حاجه بتلاقيها زي ما انت شايف كده تريلر ماونتد. فبتبقى الموضوع بتاعها بالنسبه للريج اب والريج داون مجرد ان انت بتوصل بس الخطوط اللي في الارض دي اللي احنا بنسميها الايرن لاين او الشيكسن لاين، شيكسن لاين او ايرن لاين. بنبدا ان احنا نوصل ما بين الكريسماس تري والتست باكج دي، فالدنيا بتبقى زي ما انت شايف كده سهله جدا، وعمليه الويل تيست بتاعتها سريعه جدا وما فيهاش اي مشاكل. دي اللي هي خاصه بالتريلر ماونتد اهو يا دوب. لو انت بقى مش هتعمل فكره التريلر ماونت دي، فانت هتبدا ان انت تستخدم سيبريت ايكويبمنت، هاجر سيبريتور، هاجر هيتر او هيت اكستشنجر، هاجر ايكويبمنت كل واحده لوحدها وابدا ان انا اجمعهم مع بعض. تيست بروفايدر ويل تيست بروفايدر بيديها لي، ويبدا ان هو يبعت لي الكروب بتاعه عشان يعملوا لي الويل تيست. في بعض انواع الهوزيس او البايبس او الخراطيم اللي بنستخدمها في الويل تيست زي الكوفليكس بايب. الكوفليكس بايب ده بيبقى مطاوع شويه مش زي الحديد، لكن بيبقى وزنه تقيل، اقدر ان انا اشتغل فيه على بريشر وتمبريتشر عاليين جدا، بيتحمل الضغوط العاليه، بيبقى ارمورد من بره كده او متامن ان ما يحصلوش دامج. اقدر ان انا اوصل بيه كونكشن زي ما انت شايف كده ما بين الكريسماس تري وبين اي اكويبمنت على السيرفيس من غير اي مشاكل، ده الكوفليكس بايب. الداتا هيدر زي ما انت شايف كده بتبقى بايب في الناحيتين، في عندي ليها هامر يونيون، ساعات بتبقى وينج وينج او ثريد وينج او هنا وينج ثريد، وات ايفر شكلها عامل ازاي ما بتبقاش ازمه كبيره، لكن بيبقى طالع منها كونكشنز كده. الكونكشنز دي بركب عليها بريشر ترانسميتر، حاجه تقيس ضغط، حاجه تقيس حراره، حاجه ان انا انجكت كيميكال فيها يعني ثيرمويل عشان اركب فيها تمبريتشر ترانسميتر، ساند بروب ده لو انا عاوز اشوف فيه ساند بنتج ساند من البيت ولا لا، كيميكال انجكشن بوينت ساعات بنستخدمها عشان انا اهو يعني زي ما انت شايف كده بركب عليها بريشر جيج، بريشر ديكودر، بريشر ترانسديوسر، كيميكال انجكشن، ساند مونيتورنج، ديت ويت ديستر، وات ايفر يعني كومبوننت كتير جدا اقدر ان انا اضيفها على الداتا هيدر اللي حضرتك شايفها دي. الايرن لاين اللي حضرتك شفتها اللي احنا اتفقنا عليها، الخطوط اللي بتوصل ما بين السيرفيس ايكويبمنت وبعضها كلها عباره عن ثريد وينج. الثريد هو ماسوره فيها بن، والوينج هي البوكس، والمفروض ان هم اقدر ان انا اعمل لهم كونكشن بسهوله جدا عن طريق ان الميل يونيون دي بتبدا انها تدخل يعني تبقى موجوده هنا في ناحيه الثريد، والنوت دي او الوينج نوت تبدا انها تعمل كونكشن، فالموضوع بيبقى سهل جدا زي ما انت شايف كده، اقدر ان انا كونكت ما بين اي جزء تاني في السيرفيس لاي اوت. الخطوط اللي بنستخدمها يا شباب بتبقى ليها بريشر ريتنج، بنسميها الفيجر، مش زي الفلانشات العاديه، يعني الفلانشات العاديه بتاعتنا ريتنج بتاعها 150 300 600 900 1500 2500، دي بنسميها البريشر ريتنج. لكن في الايرن لاين بنستخدم حاجه ثانيه اسمها الفيجر. عندي فيجر 2000، عندي ال 206، عندي 602، عندي 1002، عندي 1502، عندي 2202، دي هي دي الريتنج بتاع الهامر يونيونز،
وكل واحدة فيها يعني الفيجر 2000 دي بتتحمل بريشر لحد 2000 بي اس اي، لونها بيبقى ازرق. عندي ال 206 هي دي الاكتر استخداما، فكك من 2 دي ما حدش بيستخدمها، دايما بنستخدم ال 206 602 ال 1502، هم الاكثر انتشارا في الاندستري. ال 1502 ده بتحمل ضغط لحد 15000 بي اس اي، ده الماكسيمم كولد ستاندرد سيرفيس بتاع 15. لون الكونكشنز دي بتكون ابيض. ال 602 بتتحمل ضغط لحد 6000 بي اس اي، بيبقى لونها اصفر وهكذا. السايز بتاعتهم طبعا 1.5 و2 و5 بوصه. ده شكل اليونيونز بتاعتهم زي ما قلنا كده، الكولد وركينج بريشر والتست بريشر. ال 206 بيبقى المفروض انها لونها ازرق. بتحمل ضغط 2000 وبتعمل لها تيست عن 3000 بي اس اي. 602 بيبقى لونها النط بتاعتها لونها اسود، وبتتحمل ضغط لحد 6000 بي اس اي، والتيست بريشر بتاعها 9000. ده بيبقى تيبل كده احنا ما بنحفظوش طبعا، لكن بتبقى مهم ان انت تبقى عارف شكل النط واليونيون والجو ده. طبعا ازاي بنعرف الكونكشن دي 602 206؟ يعني الخبير بيعرفها بسهوله، لكن المفروض ان جنرال ان احنا نقدر ان احنا نعرف الحوار ده عن طريق الماركينج اللي موجود او الماركس الموجوده على النط دي، بتلاقي عليها المقاسات او الريتنج بتاعها. طيب خلونا النهارده يا شباب نقف هنا، ان شاء الله بكره لو كده ممكن ان احنا نبدا نكمل بالباقي ده. احنا كده تقريبا بالظبط في نص السلايدز، فلو كده ان شاء الله احنا ممكن بكره باذن الله نكمل الجزء ده. تنزلوا تسجيل ساعتين من الشهر، ماشي. الفون الاخير اس بي اي. طيب كده اتمنى ان احنا نكون الدنيا النهارده كانت كلير. لو في حد عنده سؤال فا اوكي احنا مع بعض، لو كده بكره ان شاء الله ممكن ان احنا نكمل في باقي الاكويبمنت بتاعت الويل تيست. في حد الاول عنده اي سؤال يا شباب او اي حاجه؟ طيب ويل تيست ديورينج دايركشنال دريلينج؟ لا، دي بتبقى صعبه شويه. لو احنا دايركشنال دريلينج عشان انا اعمل ويل تيست وانا في دايركشنال دريلينج، ده مستحيل، ما حدش بيعمل تيست في الدايركشنال دريلينج الا لو كان دي اس تي دريل ستيم تيست. ودريل ستيم تيست دي معناها ان انا الملف تمام يا هندسه، اوكي هبعته لحضراتكم حاضر. الويل تيست اثناء الدايركشنال دريلينج ده يا شباب بيتم في حاجه واحده، ان احنا بنستخدم حاجه اسمها دي اس تي دريل ستيم تيست، وده معناها ان انا ببقى بحفر بيل وعاوز اعرف اصلا انزل كومبليشن عامل ازاي. بيحصل غالبا في الاكسبلوراتوري ويل او الابار اللي هي الاستكشافيه، بيبقى مهم عندي ان انا اعرف الانتاج بتاع البيل بتاعي ده هيكون عامل ازاي، الفلو ريت اللي هيطلع لي من البيل ده قد ايه، بحط تيوبنج سايز قد ايه في البيل من البدايه، ما انا لسه مش عارف البيل بالنسبه لي جديد. ففي الوقت ده بنبقى عاوزين نعرف الكومبليشن سايز اللي هنعمله قد ايه، هننزله البيل قد ايه. فخلاص بعمل دريل ستيم تيست عشان انا اكد المعلومه دي. طيب هل يمكن التحكم في حجم الانتاج من البيل؟ اكيد يا هندسه، طبعا لازم ان انت تقدر تتحكم في انتاجك من البيل عن طريق التشوك. التشوك هو الصمام اللي انت بتتحكم فيه في الفلو ريت اللي انت هتاخده من البيل. عاوز تنتج 100 برميل ولا 1000 برميل ولا 100000 برميل، كل ده بيتم بسهوله جدا طبعا. طيب باشمهندس جعفر اعتقد انت طلبت حاجه يا باشا، بس انا مش في السؤال ما وصلنيش للاسف. طيب كده يا شباب اتمنى ان لو في اي حد حابب ان هو يوصلني، فسهل جدا توصلوني عن طريق واتساب ايميل واتيفر. يعني اعتقد ان ممكن حد هتاخده سكرين شوت دلوقتي للكونتاكت بتاعي لو في اي حاجه في اي وقت، فمور ذان ويلكم. ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد، ونكمل باذن الله مع بعض الجزء الثاني من الويل تيست باكج اكويبمنت. اتمنى ان انا اكون افدت بجزء صغير النهارده ان شاء الله، ونشوفكم جميعا على خير بكره باذن الله. السلام عليكم جميعا. شكرا جزيلا استاذ، المحاضره كانت جدا رائعه، نشكر وقتك وجهدك المبذول. ان شاء الله غدا نستكمل الجزء الثاني في نفس التوقيت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.